بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا بكم في دور تصميم الإضاءة. معاكم أشرف رمضان. في المحاضرة الأولى هنتكلم عن الاعتبارات الواجب مراعاتها قبل البدء في اختيار نظام الإنارة الخاص بالمبنى. لازم أبقى فاهم شوية مصطلحات قبل ما أبدأ أختار الكشافات أو أختار أنواع المختلفة من الإنارة للمبنى. لازم أبقى عارف يعني إيه الشادو أو الظلال أو الظل الخاص بالكشاف أو باللمبة. لازم أعرف يعني إيه اليونيفورمتي، تجانس الإنارة. لازم أعرف الجلير، الوهج. لازم أعرف اللومينانس اللي هو مستوى الإنارة. لازم أعرف حاجة مهمة جدا اللي هي الكالر تمبريتشر أو درجة حرارة اللون. ولازم أعرف الكالر ريندرينج، والريندرينج ده موضوع مهم جدا جدا جدا، خاصية إظهار الألوان. طبعا هنتكلم عن المكونات دي بالتفصيل. في الأول هنبدأ نفهم يعني إيه شادو. خلينا نبدأ نركز في الصورة اللي قدامنا ونشوف يعني إيه تأثير الظلال على الأجسام. يا شباب مهم جدا حضرتك كمهندس إنارة، سواء كان مهندس كهرباء أو مهندس ديكور أو مهندس انتيريور ديزاين أو أي مهندس عايز يفهم شغل الإنارة، لازم يبدأ يركز في المصطلحات اللي أنا هبدأ أقولها دي دلوقتي. خلينا نبدأ نبص في الجزء اليمين من الصورة، الثلاث صور اللي هي الكرة اللي قدامنا اللي فوق دي والمكعب والمخروط. هنا أنا ولا اتكلمت على الإنارة المباشرة يا شباب، يعني أنا هوجه على الأجسام دي إنارة مباشرة. هينتج عنها إيه؟ هينتج عن هذه الإنارة المباشرة ظلال قوية، هينتج شادو كبير وهو واضح يا شباب. الكرة دي شايف شادو أهو، الشادو ده تمام ناتج عن توجيه إنارة مباشرة لهذا الجسم. نفس القصة، أنا موجه إنارة مباشرة هنا بينتج عندي شادو لهذا الجسم. نفس القصة لو أنا موجه إنارة مباشرة بينتج عندي شادو، وشادو قوي كمان تمام لهذا الجسم. يبقى بينشأ عن الإنارة المباشرة يا شباب حاجة مهمة جدا، ظلال قوية وتجسيد قوي للشكل الثلاثي الأبعاد تمام. بس التفاصيل ممكن تختفي في وجود الظلال القويه، يعني لو شفت الجزء اللي هو بين الجسم نفسه والظلال في تفاصيل مش باينه، الجزء اللي هنا بتاعت التفاصيل مش باينه، في بعض الاجزاء بتاع تفاصيل المكعب مثلا كده مش واضحه. يبقى خلي بالك خلي بالك، الاناره المباشره بينتج عنها ظلال قويه بتجسد الجسم، بس ممكن الظلال دي بتخفي تفاصيل الجسم. طيب خلينا نشوف ده لو كان إنارة مباشرة. خلينا نشوف لو إنارة غير مباشرة يا شباب، يعني أنا جايب كشافات مثلا منور بيها الجدران أو الحوائط، والإنارة بعد كده بترجع على الجسم نفسه، أو منور السقف والإنارة بترجع بعد كده على الجسم تحت في الأرض، أو أنا عامل هيدن لايت أو إنارة غير مباشرة بطريقة ما. طبعا لو احنا شايفين الشكل واضح جدا في هذه الحالة، تبدو الأجسام باهتة، يبقى أنت لو شفت الكرة دي كرة باهتة، المكعب، المخروط، كل الأشكال دي أشكال باهتة وبدون أي عمق يبين تفاصيل الشكل الثلاثي أو أبعاد الشكل الثلاثي تمام. لو احنا بصينا يمكن على الكرة اللي فوق دي نقول إن هي كأنها دايرة مش كورة، كأنها إيه؟ دايرة. يبقى هنا في حالة الإنارة غير المباشرة الأجسام بتبدو كأنها باهتة وما بيحصلش عندي إظهار للتفاصيل الأبعاد الثلاثية للأجسام. طيب في حل ثالث، إن إحنا إيه دلوقتي شفنا الإنارة المباشرة والإنارة الغير مباشرة. ممكن نشوف الإنارة المباشرة مع الإنارة الغير مباشرة اللي إحنا بنسميها الإنارة إيه يا شباب؟ المختلطة، الاتنين مع بعض. يعني أنا ممكن أركب سبوت لايت على الجسم وأركب هيدن لايت برضو تمام في نفس المبنى. طب ده هينتج عنه ظلال خفيفه، شايف انت الظلال على اليمين كانت كبيره جدا، هنا الظلال ظلال خفيفه تمام، بحيث يظهر تفاصيل الاجسام تمام بدون اخفاء لتفاصيل الجسم. لو انت باصص هنا تمام، رجعنا شفنا الجسم الاولاني في الحاله دي المكعب مثلا، كان هنا تفاصيل الجسم مش واضحه، لا هنا بدات تظهر التقسيمه بتاعت الجسم، بدات تظهر في الاضاءه اللي هي المختلطه. أما هنا في حالة الإضاءة الغير مباشرة تفاصيل الجسم تقريبا مش ظاهرة، وبالتالي أنا من السلايد دي بدأت أعرف تأثير الشادو أو الظل على الأجسام، وبالتالي أنا كمهندس إنارة
لازم اعرف ان انا هستخدم يا انارة مباشرة يا انارة غير مباشرة، او انارة مشتركة او مختلطة بين الانارة المباشرة والانارة غير المباشرة، حسب التطبيق يا شباب، حسب التطبيق اللي انا عايز اشتغل عليه، حسب نوع التطبيق اللي انا عايز اشتغل عليه بختار نوع الانارة الخاصة بهذا النوع. وبالتالي انا فهمت اول حاجة اللي هو الشادو. طيب تعال نبدأ نشوف اكتر، نشوف تأثير الظل او الشادو على انارة الاجسام. طبعا الشادو بيبقى مهم جدا في ان انا ابرز تفاصيل الجسم الثلاثية، تمام، وبالتالي انا عايز اشوف الظل ده هل هو محبس في المكان الفلاني يبقى فيه ظلال ولا لا، تمام. فبالتالي انا لازم اعرف الظل وانواع الظل في تطبيقات الانارة، تمام، لان في تطبيقات زي المتاحف بيبقى الظلال بتدي تجسيم اكتر للجسم وبتدي ابراز لهذا الجسم وايضاح اكتر لهذا الجسم، زي ما احنا شايفين على اللوحتين اللي اليسار، تمام. لو انا شفت نفس الجهاز ده اهو والتاني ده، هنا تفاصيله مش واضحة يا شباب، لان الانارة هنا، تمام، انا عاملها بحيث ما تدينيش ظلال، لا انا هنا عامل انارة تديني ظلال. طيب ادي الظلال اهي، ادي الظلال الخاصة بالجهاز، تمام، والظل الخاص بالجزء اللي راكب عليه هذا الجهاز اللي هو هنا، تمام. وبالتالي انا شايف اكتر الظلال، تمام، لها تأثير ايجابي هنا في ابراز الاجسام. يبقى وجود الظلال يا شباب بتجسد العنصر ثلاثي الابعاد وتظهره بطريقة ايه، مميزة، زي ما انا شايف هنا برضو وجود الظلال بتجسد. انا عايز اعمل فوكس على الجهاز ده، تمام، او على حتة الاثار دي، يبقى انا لازم ابقى عارف تأثير الظلال بيبقى مطلوب في المتاحف يا شباب. طيب ولكن في بعض التطبيقات، لو انا عايز مثلا في صالون حلاقة او في مستشفى او في مكتب، تمام، او في صالونات تصفيف شعر ومكياج، انا دلوقتي لو انا شفت صورة الست اللي على اليسار دي في تفاصيل كتيرة جدا من وش الست دي مش واضحة لنتيجة الظلال. لو انت شايف هنا في ظلال اهو، تمام، هنا في ظلال، يبقى هنا الظلال دي بتأثر تأثير سلبي على الصورة. يبقى انا هنا لا، انا عايز اخفي الظلال، ما يبقاش في ظلال على الجسم. وبالتالي في بعض التطبيقات، تمام، انا بحتاج يبقى الجسم واضح بدون ظلال، زي المكاتب والمستشفيات وصالونات الحلاقة، تمام، لازم يبقى الجسم واضح بدون ظلال. زي ما بنقول هنا، لاحظ من الصورتين وجه الانسان اللي قدامنا ده احنا نورناه بطريقتين مختلفتين، هلاحظ ان في الحالة التانية في ظلال، تمام، بتحجب التفاصيل بتاعة الوجه، ولكن هنا مفيش ظلال وبالتالي تفاصيل الوجه ظاهرة كويس جدا. يبقى انا فهمت من كده ان في بعض التطبيقات زي المتاحف انا بحتاج الظلال عشان تبرز معالم الجسم الثلاثي، وفي تطبيقات انا مش محتاج الظلال وبالتالي لازم ما يبقاش في ظل عندي في هذا المكتب او المستشفى او صالون الحلاقة عشان انا اقدر، او محلات تصفيف الشعر عشان اقدر اشوف اكتر تفاصيل ممكنة للجسم. يبقى انا كده عرفت اول مكون اللي هو الشادو. رقم اتنين هشوف اليونيفورمتي يا شباب، ودي معامل مهم جدا احنا هنشوفه في الدايلوكس بالتفصيل ان شاء الله. يونيفورمتي يعني انا عايز اشوف مستوى الانارة، تمام، متساوي، تمام، مفيش تفاوت بين شدة الانارة، يبقى في تجانس في الانارة، تمام، في مكان. طيب يقصد بتجانس الانارة في مكان معين تساوي قيم الانارة، يبقى لازم قيم الانارة تبقى ايه، متساوية، يبقى في يونيفورمتي. اما لو ما كانش في تجانس يبقى، تمام، القيم دي هتبقى مختلفة، يعني هلاقي حتة منورة أكتر وحتة أقل، وده هيوضح إن في تباين في مستوى الإنارة. لو ركزنا شوية في الصورتين دول، الصورة اللي فيها الحصان دي، هنشوف هنا الظل أو الإنارة، إن هنا شغالة إنارة مباشرة، إنارة مباشرة، الشمس بتيجي على الشجر وعلى المكان ده، تكون الإنارة غير متجانسة، تمام، وده واضح إن في ظلال أهو للشجر، في أماكن في العشب هنا منورة، وفي أماكن، تمام، مظلمة شوية، وده بيديني ان مفيش يونيفورمتي في الإضاءة. اما في حالة الإنارة الغير مباشرة، لو انت شايف هنا الشمس هي موجودة بس ايه، الإنارة هنا اللي منورة إنارة غير مباشرة، تمام، الإنارة الغير مباشرة هتروح تلاحظ شكل العشب تقريبا واحد، الإنارة
الغير مباشرة بتكون الإنارة متجانسة بشكل كبير، بحيث أننا لا نرى اختلاف للإنارة. فمثلا العشب ليه لون واحد، بعكس طبعا الحالة الأولى هنا العشب لونه فاتح أكتر أو غامق أكتر حسب اليونيفورمتي. يبقى تعريف تجانس الإنارة أو اليونيفورمتي إن هو بيديني مستوى إنارة ثابت، قيم مستوى الإنارة بتبقى ثابتة، يبقى كل المكان يونيفورمتي يعني منتظم في التوزيع. وهنشوف إن شاء الله اليونيفورمتي داخل البرنامج. في معامل مهم جدا اللي هو الوهج، اللي هو الجلير. يعني إيه الوهج؟ ده وجود سطح له سطوع عالي جدا، يبقى في مكان ساطع جدا بمقارنة مكان تاني. تمام، يبقى أنا هنا بشوف مكان لامع له سطوع عالي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأماكن المحيطة به زي الشمس مثلا. تمام، أنا بشوفها فيها الجلير بيبقى عالي، نجد أن الوهج عالي في حالة الشمس. طبعا لما بيكون في غيوم بتبقى الوهج ده قليل، وانا ما بحتاجش زي ما بقول لي هنا ان انا استخدم نظارات الشمس. يبقى الوهج هو تعريفه ببساطة يا شباب سطح له سطوع عالي جدا مقارنة بالمحيط به. تمام، يبقى تعريف الجلير هنشوفه حتى موجود في برامج المعالجة بتاعت الصور ومعالجة الفيديو والكلام ده، هتلاقي الجلير او في التلفزيون او في اي حاجة هتلاقي المصطلح ده، هو عبارة عن سطوع تمام عالي جدا لسطح مقارنة بالمحيط به. في كلمة مهمة جدا 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 اللي هي اللومينانس، اللي هي مستوى الإنارة يا شباب. مستوى الإنارة معناه كمية الإنارة، تمام، كمية الإنارة، وأنا بقيسها باللكس. تمام، بقيسها باللكس. طبعا بيقول لي لو أنا طبعا في شمس مباشرة بلاقي اللكس هنا 100,000 لكس، أما في حالة غيوم بلاقي 10,000 لكس. يبقى اللكس بيقل، مستوى شدة الإنارة أو مستوى الإنارة بيقل. يبقى تعريف مستوى الإنارة هو كمية الإنارة وتقاس بإيه؟ بوحدة بنسميها اللكس. طبعا هنا بنشوف درجة حرارة اللون، الكالر تمبريتشر، حاجة مهمة جدا جدا. في ناس كتيرة جدا ما بتاخدش بالها في الكشافات، تمام، أو في وحدة الإنارة اللي هو بيشتريها من درجة اللون. بعد ما يشتغل على الكشاف يقول لك لا والله ده الكشاف ده لونه اصفر شويه، الكشاف ده المفروض كان يبقى ابيض اكتر من كده، لا الدرجه بتاعته لونها ازرق شويه. فاحنا عايزين نبدا نشوف، لو انا عندي كشاف لازم ابدا اشوف الكالر تمبريتشر، درجه حراره اللون. طبعا في الوان بنسميها الهوت كالر وفي الوان بنسميها الكولد كالر. فاحنا بنبدا نشوف، لو انا بدات هنا تمام في الالوان الاكسترا وورم، الاكسترا وورم دي بتبدا، خلي بالك في الاكسترا وورم، في الاكسترا وورم بيبقى الكلفن قليل، واحد قياسها بالكلفن. طبعا هنا في الورم اللي هو الدافي، تمام، بتبقى قيمه الكي قليله يا شباب، واللون رايح للاصفر الغامق او الاورنج زي ما احنا شايفين. في عندي رينج من 1500 تمام ل 2000 ل 2700. تمام، يبقى انا هنا لو من 2000 الى 2500 دي بسميها اكسترا وورم. يبقى الورم معلومه مهمه جدا، الورم في الالوان الكلفن بتاعه قليل، لان الناس متخيله ان الورم اللي هو الدافي الكلفن بتاعه كبير. تمام، لا، الورم هو الكلفن بتاعه قليل. تمام، بعد كده من 2700 اهو، من 2700 الى 3000 ده احنا بنسميه الورم وايت. بعد كده في عندي الميد رينج من 3500 الى 4000، ده الجزء الخاص بالميد رينج من 3500 4000 كلفن. لو من 4000 الى 5000 بنسميه الكول، كول وايت، كول وايت. تمام، والديلي لايت طبعا اكبر من 5000، تمام، يعني بيبدأ مثلا من 6000 7000 وهكذا الى ان يصل الى الدي لايت، الدي لايت وايت اقصى حاجه فيه 8000 كلفن. معلومه مهمه جدا اللي هي الكالر تمبريتشر، لازم تشوف على الكشاف الكالر تمبريتشر بتاعه كام. الجراف الثاني ده يا شباب بنبدا نشوف، احنا بدانا من 1500 اهو تحت خالص وكان اللون محمر شويه او اصفر غامق، الى ان وصلنا الى الازرق غامق اللي هو ايه 8000. طبعا في رينجز موجوده بينهم من 1500 الى 8000 زي ما شفنا. تمام، هنا بيبدأ يقول لي والله انواع الكشافات زي الهاي بريشر صوديوم. تمام، ده بيبقى الهاي بريشر صوديوم بيبقى لونه محمر
تمام او اصفر شويه، تمام. فالكلفن بتاعه قليل 2200 كلفن. الستاندرد اللمبات الانكانسنت 2700، الهالوجين 3000، الميتال هالايد او الور ميتال هالايد 3200، الكلير ميتال هالايد او الستاندرد ميتال هالايد ب 4000، الكول وايت فلورسنت، الفلورسنت 4200 تقريبا، الدي لايت ميتال هالايد 5500. معظم اللمبات موجودة ليها كالر تمبريتشر او درجة حرارة اللون زي ما حضراتكم شايفين. الخاصية المهمة جدا 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 الا وهي الكالر ريندرينج، خاصية اظهار الالوان، خاصية اظهار الالوان الريندر. انا كل ما بقرب من لون الطبيعي اللي هو الخاص بضوء الشمس انا بوصل للار اي او الرا اللي هو بنسميه الكالر ريندرينج 100%. ومعظم اظهار الالوان في باقي الاجسام او في باقي مصادر الاناره بيبقى بيقاس نسبه الى الار اي اللي هي 100% الخاصه بلونها الطبيعي في ضوء الشمس، يعني ممكن اشوفها 80% 70% 60% وهكذا. زي ما احنا شايفين هنا احسن مصدر ضوئي لرؤيه الاشياء بلونها الطبيعي هو مين؟ ضوء الشمس. ولذلك حتى انت لو بتصور حاجه في الدي لايت في ضوء الشمس بتلاقي جزء التصوير ده افضل في الريندرينج. طبعا ضوء الشمس هو افضل مصدر ضوء، تمام، هو المصدر الضوء الطبيعي، وبالتالي الريندرينج ده هو عبارة عن معيار للالوان الحقيقية، تمام، في خاصية اظهار اللون. وبيبقى في حالة الشمس بيبقى الار اي او في ضوء الشمس بيبقى الار اي 100%. وبنقارن المصابيح او اللمبات الكهربية بمين؟ بضوء الشمس اللي هو 100%. فهناك مصابيح لها درجة تمييز الوان 80%، وبالتالي هنقول الريندرينج بتاعها 80% مقارنة بالضوء الطبيعي. في حاجات الريندرينج بتاعها 60% او 50% وهكذا. يبقى احنا عرفنا معلومة مهمة جدا، الريندرينج خاصية اظهار الالوان، تمام، بلونها الطبيعي، يعني ما الاقيش الاخضر ده اخضر باهت، ما الاقوش مش عارف ازرق باهت وهكذا، لا، خاصية اظهار الالوان بلونها الطبيعي بنسميها الكالر ريندرينج. طيب ايه خلاصة اللي احنا خدناها في المحاضرة دي؟ تمام، من خلال دراسة الإنارة الطبيعية تم ملاحظة ثلاثة حالات، ألا وهي رقم واحد يا شباب الإنارة المباشرة، يبقى أنا ممكن أنور إنارة مباشرة. رقم اتنين الإنارة غير المباشرة أو بيسموها الديستريبيوتد أو المنتشرة. وفي عندي رقم ثلاثة اللي هي الحالة الميكس بينهم، الإنارة المباشرة على غير المباشرة اللي هي بيسموها المختلطة. طب ايه خصائص الإنارة المباشرة؟ مهم جدا، إنارة مباشرة يعني ظلال قوية، ظلال قوية. طب غير المباشرة؟ لا توجد ظلال. طيب الإنارة المباشرة، الإنارة غير متجانسة عشان هي إنارة مباشرة، فرق كبير بين مستويات الإنارة بين الظل والضوء، يبقى دي ايه؟ تمام، في فرق بين مستويات الإنارة بين الظل والضوء، تمام، لأن هي بتبقى ايه؟ إنارة غير متجانسة. أما الإنارة الغير مباشرة دي عبارة عن إنارة متجانسة، بيبقى مستوى شدة الإضاءة واحدة تقريبا في الغرفة. طبعا في حالة الإنارة المباشرة بيبقى الوهج عالي، زي ما قلنا الوهج هو إن في حتة بتبقى منورة أكتر من حتة تانية مقارنة باللي حواليها، تمام. هنا لا يوجد وهج، لا نحتاج إلى نظارات شمس أو حاجب، تمام، للوهج. في حالة مين؟ الإنارة الغير مباشرة، زي ما إحنا شفنا كده المكان اللي هو كانت ضوء الشمس داخل عليه بس غير مباشر، وبالتالي مفيش وهج، يعني كل الأماكن تقريبا نفس المستوى. هنا تجسيد الأجسام ثلاثية الأبعاد باستخدام الإنارة المباشرة، هنا لا يوجد تجسيد في الإنارة غير المباشرة. طبعا معرفة شدة الظل ونوعه وتأثيره على الأجسام والإنسان مهم جدا في تصميم الإنارة، لازم أبقى عارف شدة الظل ده كام، نوع الظلال دي إيه، وأقدر أشوف تأثيرها على الأجسام. معرفة خاصية درجة حرارة اللون اللي هي الكالر تمبريتشر ده مهم جدا. الكالر ريندرينج او خاصية اظهار الالوان، وقلنا هي الانارة الطبيعية بتبقى 100%، واحنا بنقارن الكشافات او وحدات الانارة بهذا الرقم. والحمد لله كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة الاولى من اللايتنج كورس او دورة تصميم الانارة، وان شاء الله استنونا في المحاضرة الثانية في دورة تصميم الإنارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.